نشر جاريت كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مذكرته بعنوان Breaking History، وتطرق فيها لما سمي بحرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا عام 2020، كاشفاً عن ما قاله له ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال خاص، متحدثاً عن خطته لإقناع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بزيارة السعودية بعد رفض الأخير لهذه الخطوة. في التفاصيل، كتب جاريت كوشنر في كتابه الخاص Breaking History قائلاً: اتصلت بمحمد بن سلمان وعبر الأخير عن إحباطه من روسيا، كان يعتقد أنهم يحاولون إجبار المملكة على خفض الإنتاج. وتابع قائلاً: في تلك الليلة كنت أتحدث على الهاتف بين محمد بن سلمان وكيريل، وكنا على وشك الانتهاء من اتفاقية لخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً، وهو ما سيكون أكبر خفض في التاريخ. أخبرت ترامب الذي وافق على التحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وبوتين لإبرام الصفقة. وأضاف: عندما هنأهم ترامب على التوصل إلى اتفاق، قطع الملك سلمان: حسناً، ليس لدينا اتفاق بعد، نحن بحاجة إلى أن تخفض المكسيك إنتاجها بمقدار 400,000 برميل يومياً. وفي السياق، قال كوشنر في مذكراته إنه وبعد أن رفض ترامب زيارة السعودية وقال لكوشنر اعتبر أن الجواب لا، رد كوشنر بالقول: سأطلعك على الخطة التي فاوضت عليها، فأجاب ترامب بالموافقة لإنهاء الجدال. وفي صباح اليوم التالي، يقول كوشنر إنه أطلع ترامب على أن السعودية وعدت بضخ 300 مليار دولار لتوفير وظائف ضمن اتفاق مع الشركات الأمريكية، وأن السعوديين تعهدوا باتخاذ إجراءات غير مسبوقة لمنع تمويل الإرهاب وافتتاح مركز عالمي لمكافحة التطرف، وأن تشتري السعودية كمية كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية، حسب ما قال كوشنر في مذكراته. وقال كوشنر لترامب إن السعوديين سيفرشون السجاد الأحمر لترامب وسيظهرون احتراماً عظيماً لأمريكا، وستحلق طائرات عسكرية في الأجواء، وسيقيمون مأدبة عشاء رسمية، على عكس ما قاموا به عند زيارة الرئيس أوباما قبل عام عندما رفضوا تقديم التحية له عند مدرج الطائرة، بحسب ما جاء في مذكرات كوشنر.